أهلا وسهلا فيكم ودرس جديد من دروس الـ IELTS Listening. في هذا الدرس إن شاء الله سنأخذ الماب وطريقة حل هذا السؤال. قبل ما بدأنا في هذا الشرح أرسلت لكم على المنصة العبارات والكلمات المهمة التي يمكن أن تفيدك كثير، بل تفيدك كثير في الإجابة على هذا السؤال. راح يعطيك قائمة من 4 عبارات أو 5 أو 6 إلى 7 عبارات، ثم تستخدم عبارات الاتجاه لتحديد هذه القائمة في الخريطة. في هذا السؤال على سبيل المثال هنا لدينا من 17 إلى 20، إذن 4 أسئلة لدينا. ال4 أسئلة لدينا يقول لك اكتب مثلا من أي إلى F، بالتالي عندنا 6 حروف و4 اختيارات و4 أسئلة، بالتالي عندنا 2 حروف لا تكتبها في ورقة الإجابة. إذا ممكن أن تكتب من 17 إلى 20 A B C D، إذا حروف فقط، ما تكتب الأسماء كما هي واضحة أمامك. أحيانا العكس، كيف يعني؟ يعطيك مثلا 7 عبارات في القائمة والاختيارات هنا مثلا يقول لك 4 حروف، بالتالي عندك من 7 3 عبارات لا تكتبها. إذن ومع التطبيقات إن شاء الله ستلاحظ الفرق بين كل خريطة وأخرى. الآن فهمت الخريطة بشكل عام، لكن كيف طريقة الإجابة على السؤال؟ أول نقطة مهمة يجب أن تركز عليها هي نقطة الانطلاق، أو المتحدث من وين بيبدأ. أحيانا ترى كلمة هنا على سبيل المثال entrance، فتعتقد أنه راح يبدأ من هنا. لا، هنا على سبيل المثال قالك you are here، إذن راح يبدأ من هنا. أو مثلا يقول لك المتحدث you are here in car park، إذن تحط علامة على الكار بارك وتلاحظ من وين يبدأ. إذن تنتبه لهذه النقطة جيدا. أهم نقطة أنك تعرف نقطة الانطلاق من وين. أحيانا يقول لك نحن الآن واقفين في المدخل، الحديقة أو مدخل أي مكان آخر، هنا معناته تؤشر هنا. لاحظ أيضا هنا هذه مهمة جدا، البوصلة إذا هنا موجودة على الخريطة، إذا كان ما هي موجودة أفضل أنك أول ما تمسك الخريطة ضع لك بوصلة وأكتب وارسمها لكي تعرف الاتجاهات. في نقطة مهمة أيضا، أول ما يبدأ يعطيك مثلا 15 ثانية أو 20 ثانية اقرأ وحدد الكلمات الرئيسية كما تلاحظ، اقرأ هذه. وأيضا مع قراءتك للكلمات الرئيسية يجب أن تكون لك نظرة بشكل موسع على الخريطة، تلاحظ بدون قراءة upper lake lower lake عندك education center car park visitor center، يعني ممكن والأفضل ما تتعدى 3 إلى 4 ثواني نظرة بشكل سريع على الحديقة. عندما يتكلم عن education center مباشرة تعرف أنه في هنا موجودة. لو تكلم عن lower lake إذا تحددتها هنا. إذا هذه النظرة شاملة على الخريطة أثناء التحدث. مع التطبيق سيوضح لك هذا السؤال أكثر إن شاء الله. Before you hear the rest of the conversation, you will have some time to look at the questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now, let me just tell you a bit about what you can see in the sculpture park. If you look at your map, you'll see the visitor center where we are now at the bottom, just by the entrance. Since we only have an hour, you might not be able to get right around the park, but you can choose to visit some of the highlights. You might like to take a look at the Joe Tremaine sculptures, which are displayed on this side of the upper lake, just behind the education center and near the bridge. They're really impressive, but please remember not to let your children climb on them.
One of our most popular exhibitions is the Giorgio Catalucci bird sculptures. They're just across the bridge on the north side of the lower lake. I love the way they're scattered around in the long grass beside the lake, looking as if they're just about to take to their wings. You could also go to the garden gallery. It's on this side of the upper lake. From the visitor center, you go to the education center, then keep on along the path and you'll see it on your right. There's an exhibition of animal carvings there, which is well worth a look. We also have the longhouse. That's quite a walk. From here, you go to the bridge and then turn left on the other side. Soon you'll see a winding pathway going up towards the northern boundary of the park. Go up there and you'll find it at the top. They have some abstract metal sculptures that are well worth seeing if you have time. Okay, well, now... لاحظ الآن الترانسكريبت للمحادثة. راح أركز لك على العبارات والكلمات التي توجهك فقط. طبعا هذه كل الكلمات والعبارات الموجودة هنا أرسلتها لك على المنصة، منصة تليجرام. أريد الآن أوصل لك فكرة مهمة، أنك بمجرد معرفتك لهذه الكلمات وفهمك لهذه العبارات كيف تستخدمها، أنا أضمن لك درجة كاملة في هذا السؤال. هذا السؤال مثلا على 4 درجات، أحيانا 5، أحيانا إلى 6 درجات، يعني في متناول اليد، فقط تركز على هذه العبارات التي أرسلتها. أيضا هذه العبارات يعني ستفهم المتحدث وستتبع المتحدث من البداية حتى ينتهي لآخر نقطة. طيب باقي الكلمات والعبارات الموجودة في المحادثة هي أصلا موجودة إما في القائمة أو موجودة على الرسم أو على الخريطة. لاحظ العبارات الآن. قال لك where we are now at the bottom، يعني في at the bottom، أحيانا يقول لك at the top، بعدين يقول لك مثلا شمال وجنوب، أحيانا يقول لك at the bottom at the top in the map وهكذا. أيضا قال لك just by the entrance. just يعني قريب من المدخل، للتو احنا داخلين من المدخل. just مثلها مثل just across the bridge، يعني أول نقطة بعد البريدج تكون هي الموجود، هي الاختيار. إذا هذا الفرق بين just across the bridge. ليه؟ على سبيل المثال هنا قال لك مثلا you go to the bridge and then turn left، لكن هنا قال لك they are just across the bridge on the north side of the lower lake. حتى لو كانت في نقطة هنا، على سبيل المثال ممكن واحد يقول لك ليه ما اخترت دي، لأنه قال لك في البداية just across the bridge، للتو مثلا تعديت أو تجاوزت البريدج تلاقي وتجد النقطة الموضحة. أيضا عندنا مثلا on this side، on this side of car park، on this side of upper lake، on this side of lower lake. إذا أول ما يقول لك on this side of upper lake، لا طالع، هذا مهم جدا. on the north side of the lower lake، إذا هذا lower lake، in the north side، إذا هذه المنطقة. إذا يعني مهم جدا أنك تنتبه لهذه on the north side، on this side of the upper lake. just، لاحظ just across، just behind. هذا الـ education center، just behind the education center، on near the bridge. حتى لو ما قالك مثلا on near the bridge، إذا قالك just behind the education، تعرف أنها خلف الـ education center. إذا انتهينا من هذه النقطة. keep on along the path and you will see it on your right. إذا هذه أيضا مهمة جدا. ليه؟ لأنه قال لك مثلا تمشي، لو في نقطة هنا تنتبه أيضا لآخر عبارة من الجملة. keep along on the path، طبعا عندنا نقطتين، ركز أكثر. ليه؟ لأنه يقول لك see it on your right or left، تنتبه لهذا. قد يأتي مثلا هنا مثلا أي حرف ويقول لك مثلا the left، إذا تختار هذه. إذا أحيانا يكون قريبا من بعض. هذه كل ما يدور. آخر نقطة مثلا على سبيل المثال قال لك مثلا going up towards
مثلا هنا turn left on the other side. لاحظ go to the bridge. turn left. ما قالك turn right. turn left on the other side. بعدين قالك going up towards northern boundary of the park. حدود الشمالية من البارك. go up there. وأيضا قالك at the top. يعني واضح أنك إيش at the top. حتى لو ما سمعت العبارات كل هذه لكن في النهاية قالك at the top تختارها. لكن كيف بتمشي مع المتحدث في كل مرة؟ لابد أن تنتبه إيش هذه النقطة اللي جالس يتكلم عنها. إذا أول ما يختار مثلا garden gallery مباشرة تتبع إيش بيختار. احتمال مثلا يكون مثلا هنا رقم 21، ما بين 20 و 21 إيش بيختار الاسم أو العبارة الموجودة هنا. مثلا قالك long house، إذا اخترنا هذه وتتبع معه. إذا القائمة مهمة، المناطق الرئيسية الموجودة في الصورة مهمة، العبارات أعتقد أن أهم نقطة أنك تعرف معناها وتعرف وتفهم معنى هذه العبارات. بعد كذا إن شاء الله ستأخذ درجة كاملة، يعني 5 درجات في هذا السؤال أعتقد أنه مهم جدا يرفع درجتك في الليسنينج. ممكن تقول لي هذا الآن مثلا بعض الطلاب يقول لي هذا السؤال سهل، سهل بعد ما عرفت مثلا العبارات، سهل بعد ما تعرفت على نقطة الانطلاق في الحديث، سهل بعد ما تعرفت على الكلمات الرئيسية. الآن هل كل مثلا الماب نفس السؤال هذا؟ نفس الحل، نفس الطريقة، ما في أي اختلاف أبدا. سنأخذ إن شاء الله تطبيقات أخرى وستلاحظ. قبل ما حل السؤال راح أنت تحل السؤال إن شاء الله، لكن إذا ما حفظت العبارات ما عرفت معنى هذه العبارات كيف تقدر تساعد نفسك قبل ما أنا أساعدك؟ أبدا ما راح تكون إجابتك تأخذ 2 من 5 على تقريبا أسهل سؤال في الآيلتس. بالتوفيق وإلى سؤال آخر إن شاء الله.